السلام عليكم. حنا ضحايا ديال المشروع بساتين بوسكوره. هذا المشروع اللي كتسيروا ثلاثه الشركات. هذا المشروع كيعرف تعثرات وتماطل كبير من صاحب المشروع والتجبر ديالو. حنا كاين ضحايا هنايا من 2014 15 16 17 وما يفوق، وحنا كنا عاطين واحد المبالغ ماليه مهمه كتراوح من 100000 درهم حتى 600000 درهم. فجينا نكلوتيغي ولا فير مع الناس نوقعوا عقد البيع كنتصدموا، المشروع ما كاملش في البني. ثاني حاجه زادوا علينا شي مبالغ خياليه، سي زادوا عليه 10 المليون، شي 15، شي 5، شي 20 مليون على حساب الشقه، وكيفرضوا علينا اننا نوقعوا واحد تصريح بشرف بان شفنا الشقق ديالنا وانها في حاله جيده وحنا ما شفنا والو حيت المشروع باقي ما كاملش. فاش جينا نطالبوا باسترجاع لي زافونس ديالنا، هاد الناس عرضونا للعنف والاهانه والشتم وسدوا علينا الابواب، ما كاينش الحوار، وجرينا عينا من عيوه في الوقفات في بوسكوره امام المشروع امام مكاتب البيع، ما كنوصلوا حتى شي حل مع الناس، من غير انهم كيجيبوا لنا شي ناس ما نعرفهم ما قديش نسميهم بلطجيه، وكنتعرضوا للعنف والاهانه والضرب. واليوم حنا راه قررنا نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه امام ولايه جهه الضرب اذا الكبرى وامام المحكمه الابتدائيه واداره العامه للضرائب، لان هاد الناس الهدف ديالهم اول اللي كان هو التهرب الضريبي، لان لي زافونس ديالنا 50% من هذيك لي زافونس ما دازوش في حساب البنكي ديال المؤسسه اللي بعنا وشرينا معها، دازو في حسابات ديال الافراد وهما دوزوهم في حساب ديال المؤسسات اللي كيعلفوهم هما، ماشي ديال الناس اللي تعاقدنا معاهم اللي عندنا ريزيرفاسيون، ومبالغ خياليه كثيره كبيره بزاف. لهذا السبب حنا كنطالبوا من المجلس الجهه يشوفوا فينا والمحكمه ومجلس ديال المديريه العامه للضرائب دخلت بحث في هذا الموضوع. هذا الموضوع شائك، هذا الموضوع فيه تهرب ضريبي كبير، و الناس ما نعاودش لك على المشاكل الاجتماعيه اللي تسبوا للناس هذا المشروع هذا، الناس راه وصلوا لواحد المشاكل الاجتماعيه. يكفي ان الانسان 5 سنين هو كيتسنى الشقه ديالو وفي الاخير كيتصطدم بواحد الواقع، لان لا شقه لا فلوس، الناس راه باقا كارهه، الناس مشرده، وحنا جينا دابا لهذا الحي، هذا الحي الاداري اللي فيه جميع المؤسسات باش نبلغوا الصوت ديالنا المسؤولين ديال الدوله، وما كرهنا الصوت يوصل صاحب الجلاله باش ينصفنا من هذا المنعش العقاري هذا. متضررين باش يلعبوا بساتين بوسكوره. اللي حنايا خدينا في هذا المشروع من 2017، من 2017 راه كيقول لنا 6 شهور غتاخذوا، 6 شهور غتاخذوا. حنا نهار الاول جينا حطينا فلوسنا، قالوا لنا 6 شهور غتستلموا. الديور كانوا مسبوغين لافاصات
ديالهم. كنتظروا كل سته كل سته، شوف بقيت خمس سنين من عمري وانا كنتسنى في هاد الدار هادي اللي لحد الان باقي ما سكنتش فيها، حاشني جا وقت التسليم قالوا لك اسيدي زيد 20 مليون اخرى على داكشي اللي اتفقنا معاهم. قالت الدار كتسوى دابا 60 مليون، انا شريت فيها البلان باقي الله كيحفروا، علاش نزيد 20 مليون اخرى على داكشي اللي خديت؟ ما يمكنش. دابا حنايا كنلاجدوا كنجري عند المسؤولين باش نوصل صوتنا للمسؤولين باش يوقفوا مع هاد الناس، لان ضررنا بزاف، كاين اللي مات كاين اللي طلق، الناس تضروا بزاف من هذا المشروع هذا، وكنطالبوا الناس المسؤولين باش يدخلوا علينا ويحلوا مشكلتنا، لان مشينا للمحكمه ما خلينا فين مشينا، ما وقفات درناهم كثيره، راه من 2017 شحال كنوقفوا، حتى حد ما استنط لينا، وشكرا. عياك الكرام. عياك الكرام. بزاف اخويا، راه انا وليت نقول غادي نمشي نجلس حداهم ندير قطار ونجلس، وغادي نقولها ونديرها، لانني غادي نمشي نجلس ما عنديش باش نبقى نخلص الكرا، لان ديجا انا مضره من كورونا، راجل ضر من كورونا، تجاره كيديرها ضرت من كورونا، ما عندناش باش نخلصوا الكرا. والله يشوف من حالنا مع هاد الناس، الله يهديهم علينا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.